نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحية طيبة لمتتبعينا في قناة المواطن لهذه السيرة الطيبة العطرة المباركة لسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولازلنا في الحديث عن الأحداث التي وقعت في السنة الخامسة من هجرته صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحلقة بإذن الله سنجمل الحديث عن أهم ما وقع من أحداث في السنة الخامسة. يعني السنة الرابعة تحدثنا عن نهايتها، والسنة الخامسة أهم ما حدث فيها من أحداث سنجمله في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. إنما اشتملت عليه السنة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من أحداث ذات شأن يمكن الوقوف عليه إزاء النقاط الآتية. أهم ما وقع في السنة الخامسة نجمله في هذه النقاط. أولا ذكرنا غزوة دومة الجندل، ذكرنا غزوة دومة الجندل وتحدثنا وإياكم في حلقات ثلاثة تقريبا عن غزوة الخندق، وهي أعظم وهي الأحداث التي حدثت في السنة الخامسة، غزوة الخندق، وما تجلت فيها من آيات النبوة المحمدية، وما لاقى فيها المسلمون من بلاء. والنقطة الثالثة التي هي من أهم الأحداث في السنة الخامسة وهي غزوة بني قريظة وهلاكهم بموت رجالهم وسبي نسائهم وأولادهم نتيجة، انتبهوا إخواني، نتيجة غدرهم وخيانتهم. بقدر ما يكون الإنسان مملوءا بالغدر والخيانة إلا وسينتهي أمره إلى الهلاك والعياذ بالله. وقلنا على أن أهم النقاط كذلك ذكرناها وهي وفاة سعد بن معاذ، وذكرناها في الحلقة الماضية، وزواج الرسول، يعني زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بنت عمته بعد طلاق زيد مولاها له. وأنتم تعلمون أننا سنخصص بإذن الله تبارك وتعالى حديثا عن أزواج النبي، وسنتحدث عن طلاق زيد بن حارثة لزينب بنت جحش ليتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وما هو الهدف من هذا التزويج والتطليق. سبحان الله، فيه حكمة عظيمة سنراها بإذن الله. ولذلك قلت دراسة السيرة تنفع المسلم الذي يريد أن يعرف دينه بتثبت وتريث. نعم. ومن بين هذه النقاط كذلك إبطال عادة التبني، وهي التي ذكرت أن الحكمة من تزويج النبي لزيد بنت جحش، وفي نفس الوقت يأتي الأمر الإلهي بتطليقها ليتزوج رسول الله، وذلك لإبطال التبني نهائيا بتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بزينب امرأة زيد بن حارثة الذي كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في بداية السيرة في مكة أيام العمل بهذه البدعة. كان التبني أن الإنسان يتبنى الولد كما ذكرنا، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في الجاهلية، ولكن جاء الإسلام ليبطل التبني. قال تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أما أحداث السنة السادسة من الهجرة فبدأت بغزوة بني لحيان. الآن انتهت السنة الخامسة من الهجرة وذكرنا أهم الأحداث التي كانت فيها، فدخلت السنة السادسة مباشرة بدأت بغزوة بني لحيان. وفي جمادى الأولى من السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم رأى صلى الله عليه وسلم أن يطالب بدم أصحاب الرجيع الذين غدر بهم رجال الحيان وقتلوهم، وهم خبيب وأصحابه
هذا الغدر رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد وأن يؤذب هؤلاء الذين غدروا بأصحابه رضي صلى الله عليه وسلم. فانتذب صلى الله عليه وسلم 200 من أصحابه، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، وأظهر أنه يريد الشام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم في بداية الأمر أنه يريد الشام بها بها بهذه السرية أو هذه الغزوة، وهي تورية كما ذكرنا وخدعة في الحرب، وهذا الذي عرفناه في حلقة من الحلقات على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الذي أسلم يعني للتو، وقال يا رسول الله استر عني إسلامي، قال ور عنا، يعني الحرب وخدعة. فخرج برجاله صلى الله عليه وسلم عن الطريق المؤدي إلى ديار بني الحيان، فغمى على الأعداء، يعني غمى عليهم أمره حتى لا يعرف أحد من يريد، فهو اتجه جهة الشام، يريد جهة الشام ولكنه يريد بني الحيان. ثم عاد إلى الطريق القاصد، وذلك من أجل أن يصيب من القوم غرة. وواصل سيره صلى الله عليه وسلم وأغده وبسرعة هائلة حتى نزل على غوران، وهي منازل بني الحيان، وغوران هذا وادي بين أمج وعسفان ممتد إلى بلد يقال له سايا. فلما علموا بطلبه لهم حذروا فتمنعوا في رؤوس الجبال، يعني وصلهم الخبر فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريدهم ويقصد بني الأحيان ولا يريد الشام، يعني اخفروا إلى الجبال وأعالي الجبال. فلما نزل بديارهم ولم يلقهم لتحصنهم برؤوس الجبال، رأى أن يرهب قريش فيشعرهم بقدومه إلى قرب ديارهم طلبا للغادرين من بني الأحيان، ليكون ذلك ذا وقع في نفوسهم. وقد سبق له صلى الله عليه وسلم أن صرح فقال اليوم نغزوهم ولا يغزونا، كما رأينا في غزوة الخندق على أنها آخر غزوة يغزوها المشركون لرسول الله. فعندما انصرفوا قال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم نغزوهم ولا يغزونا، بعدما جاء الأمر الذي أرعب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، قالها بعد خيبة قريش في الخندق. فسار صلى الله عليه وسلم برجاله وهم 100 راكب كما تقدم حتى هبط عسفان، ثم بعث فوارس من رجاله على رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى بلغوا كراع أو كراع الغميم، موضع بالحجاز بين مكة والمدينة، وهو إلى مكة أقرب، يعني كراع. ثم كر وراح صلى الله عليه وسلم راجعا وهو يقول آيبون تائبون إن شاء الله لربنا حامدون، أعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنظر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال. وهذا الحديث نعرفه جميعا في السفر أو في العودة من السفر. وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة كعب بن مالك شعر، قال كعب بن مالك شعرا في هذه الغزوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه لو أن بني الحيان كانوا تناظروا، بمعنى انتظروا، لو كان بني الحيان لو أن بني الحيان كانوا تناظروا يعني انتظروا في مكانهم لقوا عصبا في دارهم ذات مصدقين، لقوا سرعانا بملأ السرب روعه أمام طحون كالمجرة قيلقي، ولكنهم كانوا وبارا تتبعت شعاب حجاز غير ذي متنفق. نعم. فالفائدة من هذه الغزوة لها عبر ونتائج نختم بهذه الحلقة، وهي أولا إخواني مشروعية المعاقبة بالمثل بقتال وقتل من خان وغدر، وهذا مشروع، هذا الذي نستفيده أن الإنسان الذي يخون لابد وأن يعني يقتاد منه وأن يعذر وأن يربى وأن يعذب لأنه خان. فكذلك الذي يخون وطنه ويريد تدمير وطنه فلا بد أن يعذب، وهذا هو القانون كذلك العصري، أن إنسان إذا كان يشتغل مع دولة أو يعيش في دولة ثم يخونها بتسريب أخبارها وأسرارها إلى غيرها من دول المجاورة أو الأعداء لها،
فإن هذا الإنسان يعتبر جاسوسا فيلقى على غدره العذاب، ولذلك مشروعية سواء من ناحية الشرع أو من ناحية القانون. وكذلك نستفيد مشروعية التورية والتعمية على العدو ليصاب منه غرة، لأن الإنسان عندما يكون في مواجهة الأعداء وفي الحرب لا بد وأن يكون هناك تورية وتعمية للأخبار حتى لا تصل الأخبار كلها ويصيب يعني وتفشل المعركة. ومشروعية إرهاب العدو بالنزول بساحته وإظهار القوة له إذا كانت هناك قوة، لا يجازف الإنسان وهو ليست عنده قوة. ومشروعية قوله صلى الله عليه وسلم آيبون تائبون لربنا حامدون عند العودة من السفر الصالح. وختاما مشروعية التعوذ بالله من وعثاء السفر وكآبة المنقلب في المال والأهل وسوء المنظر في المال والأهل. فهذه يعني النقاط والنتائج التي نستفيدها من هذه الحلقة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وإلى حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.